أنت عارف جمعنا على خير فتذكرت اللهم صل يعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحشر المرء مع من أحب والمرء على دين خليله فليظهر أحدكم من يخالل سلام. والجمعة الطيبة والصحبة الطيبة مثلكم وشرواكم هذه ما هي في الدنيا فقط بل أن الله سبحانه وتعالى أقرها حتى في الآخرة لدرجة أن إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة يتساءلون أهل الجنة ويتذكرون أحوالهم التي كانوا عليها في الدنيا فيقولون يعني يبحثون عن بعض أصدقائهم بعض صحبتهم معارفهم فيبحثون عنهم في الجنة ما يجدونهم فيذهبون ويقولون يا رب لنا إخوان لنا أصحاب لنا أخوة بهالدنيا كانوا معنا تذكرناهم بحثنا عنهم بهالجنة ما لقيناهم فيقول الله سبحانه وتعالى هم في النار فيقولون يا رب لا تهنأ لنا حياة ولا يطيب لنا عيش إلا وإخواننا الذين معه كانوا معنا في الدنيا نبيهم معنا في الجنة فيأمر الله سبحانه وتعالى مالك خازن النار بأن يخرج أهل النار إلى الجنة بشفاعة من؟ أصدقائهم لهم فيقولون أهل النار يا رب خرجوا بعمل صالح فيقول لا سلام عليكم السلام حياك الله أستاذ إبان عنده فيقول أهل النار يا رب خرجوا من النار إلى الجنة بعمل صالح فيقول لا خرجوا بتلاوة قرآن خرجوا ببر والدين فيقول لا وإنما أخرجهم صديقهم أو أصدقائهم الصالحين الذين كانوا معهم في الدنيا فلما يخرج أهل النار بشفاعة الصالحين إلى الجنة ينادي أهل النار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين الله 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 فهنا مناداة عظيمة إلى الصحبة الصالحة الصحبة اختيارك الحين أنت في البيت مو أنت اللي اخترت أبوك ولا أنت اللي اخترت أمك ولا أنت اللي اخترت أخوك هذا الله سبحانه وتعالى فرضها عليك ولكنك باختيارك تختار أصحاب صحبتك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هذه كانت يعني مشاركتي معكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على سرور متقابلين أول شيء شكرا على 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 كلامك هذا اللي هو عن الصحبة ما الصحبة الصاحب اللي أنت تمشي معه يأثر عليك